يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المقام المحمود في قول مجاهد رحمه الله أن الرب يجلس أو يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، قد أنكر بعض أئمة الإسلام ورجحوا بأن المقام المحمود هو الشفاعة كابن باز رحمه الله وغيره، فما هو الصحيح؟ لا يتنافى هذا مع المقام المحمود، منه الشفاعة ومنه أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا صححه بعض الأئمة وهو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين هذا وهذا، كلاهما مقام محمود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول أحد العلماء، يقول ابن باز يقول وقد أنكر هذا بعض أئمة الإسلام ورجحوا بأن المقام المحمود هو الشفاعة، ومن أولئك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء. وإن كان هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عندهم لشيء آخر. نعم. وما أظن الشيخ ابن باز ينفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول أحد العلماء، ذكره كما مر بكم أو الحاضرين منكم، ذكره ابن القيم في النونية، ذكر هذا القول في النونية. نعم، وهو موجود في شروح النونية. نعم.